للعام الثاني على التوالي ومن قلب مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية ينطلق برنامج رامز موفي ستار مع النجم الكبير رامز جلال برعاية الهيئة العامة للترفيه. وبرنامج موفي ستار سيعرض يوميا في شهر رمضان على ام بي سي مصر، وتم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بمملكة العربية السعودية، وسيشارك فيه النجم العالمي فان دام، ويشهد كالعادة أجواء من التشويق والإثارة والرعب اتجاه الضيوف. ويشهد برنامج رامز موفي ستار في الموسم الجديد الكثير من المفاجآت والمواقف الغير متوقعة ومشاركة الكثير من النجوم اللي بيظهروا مع رامز، وكشف البرومو جزء من هذه المفاجآت. وفكرة البرنامج بالدور كالتالي: بالدور حوالين ان فنانين بتسافر السعودية على اساس انهم مرشحين للمشاركة في فيلم عالمي من بطولة النجم الكبير الاجنبي فان دام، وبعدين بيعرف من فريق العمل ان هو الفنان الوحيد المشارك في الفيلم، وبيتبعت للضحية 5 مشاهد اكشن وحروب وقتال، ولما بيوصل هناك السعودية بيبدأ يتدرب على المشاهد دي قبل التصوير. ومن هنا بيبدأ المقلب في اول مشهد بيكون فيه طيارة فوق الضحية بتبدأ بضرب النار عليهم، وفي المشهد التاني بتظهر موتوسيكلات بتجري، والتالت بيكون راكب عربية، والرابع بيحصل فيه نار، أما الخامس بقى بيكون فيه الضحية فوق جسر عالي وبيقع من على الجسر في بحيرة، وبيظهر له تماسيح كتير قوي وبيكون الشكل مرعب جدا بصراحة. وفي الآخر بيظهر له رامز جلال واللي بيكون طول الوقت قريب من الضحية وبيكون متخفي في دور ممثل مساعد، وبعدها بيقلع الماسك اللي هو لابسه وبيكشف عن المقلب. ومن ضحايا حلقة النهاردة الفنانة الكبيرة ياسمين صبري، ومن الواضح كده إنها حلقة مليانة تشويق وإثارة. خلونا نشوف النهاردة هيحصل إيه، واستنونا بكرة ونعرف ضيف جديد.